واضح لسه الاصابه من المباراه الاخيره كنت بعلق عليها، مباراه وادي دجله وطلائع الجيش اللي انتهت بفوز وادي دجله، اتصاب اللاعب دودو جباس. انطلاقه ومحاوله وتسديده، لا 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 مش ممكن، هو ده الكلام، تسديده ممتازه وهدف رائع في القائم وترجع لاحمد عبد الظاهر، وسجد لله. قلت لكم اخطاء دفاعيه بنشوفها في بعض الاوقات وبيستغلوها، بيضربها باليمين والمتابعه، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هدف رائع، هدف نموذجي من فريق ام بي، وبالثلاثه يضرب هدف ثالث يصعب كل الامور على وادي دجله. احمد عبد الظاهر وسجد لله، يشكر الله في هذا اللقطه.